مدرب رياضي بينسأل شو لازم ناكل لحتى نضاعف حالنا أو لحتى نكبر العضل. رغم إنه الدايت لازم ينحطوا عبر أخصائيين التغذية، بكورس نوتريشن فور أوبتيمال هيلث بضل فينا نتعلم كيف نصحح المغالطات، نتعلم كيف نقرأ الليبلز بس نروح على السوبر ماركت، نتعلم بس نروح على مطعم كيف نختار الأكل السليم من المنيو، بنفس الوقت كيف نحسب الكالوري الوحدات الحرارية اليومية لحتى ناكل بشكل صحي وسليم. فأنا أكيد إنه هذا الكورس بهم الكل. بنشوفكن بنوتريشن فور أوبتيمال هيلث.